طابت أوقاتكم وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. في يوم واحد الجيش الوطني يتلف 1500 لغم أرضي زرعتها الميليشيا في منطقة واحدة. مصادر سياسية للخليج المبعوث الأممي يشعر الرئاسة اليمنية بنتائج زيارة صنعاء. صحيفة عربية تقول إن الحوثيون يخشون انتفاضة الموظفين المتوقفة رواتبهم. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، شركة أمريكية تعرض بيع تراب من القمر ب3 ملايين دولار. لمواجهة الإرهاب ولأول مرة الشرطة الصومالية تتدرب على استخدام طائرات استطلاع. أهلا بكم. ما زال مقتل عدد من الصحفيين والمصورين في تعز يتصدر عناوين المواقع الأخبارية اليمنية، حيث عنون موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: مذبحة الإعلام في تعز، سخط حقوقي واستنكار للصمت الدولي المريب. وقال الموقع: أثار استهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع مجموعة من المصورين والمراسلين بقذيفة مباشرة خلال تغطيتهم للمواجهات الدائرة في تعز وسط اليمن ردود أفعال غاضبة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث حملت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها المسؤولية الكاملة عن المجزرة البشعة بحق المصورين والإعلاميين. ونعت النقابة في بيان لها استشهاد المصورين والإعلاميين تقي الدين الحذيفي ووائل العبسي وسعد النظاري جراء استهدافهم بقذيفة غادرة أودت بحياتهم، بالإضافة إلى إصابة المصورين وليد القدسي وصلاح الدين الوهباني. الموقع بوست في صفحته الرئيسية عنون حول أوضاع الأهالي في تعز مع أول أيام شهر رمضان الكريم، وقال: سكان مدينة تعز رمضان ثالث من الجوع والموت والدمار. ويقول الموقع أنه مع رمضان الحالي توسعت دائرة المعاناة وصارت أكثر قسوة، لا سيما وشريحة واسعة من الناس أضحت بلا فرص عمل بعد أن هنا الحصار والقصف المستمر على المدينة كل سبل عيشهم ومصادر دخلهم، وصار السواد الأعظم من المواطنين تحت خط الفقر. وتلتقي محررة التقرير الذي جاء في الموقع بوست مع سلطان والد خديجة التي استشهدت أوائل رمضان الماضي مع 3 من أطفالها في مدرسة تعرضت لقصف الميليشيا، ويقول سلطان: كيف نستقبل رمضان والقصف من كل جانب؟ العام الماضي فقدت ابنتي وأطفالها، وهذا العام لا أعلم ماذا يخبئ لنا القدر، لا عمل ولا مساعدات، وها نحن نمد أيدينا لكي نعول أسرنا. صناعة الكراهية. تحت هذا العنوان كتب الأردني إبراهيم غرابية مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقال في أجزاء من المقال: ثمة ما يدعو إلى القول أن الكراهية بين الدول والمجتمعات يجري إنشاؤها وإشعالها على نحو واع ومقصود، على الرغم مما في ذلك من خطورة وقسوة على مشعليها وضحاياها. يؤشر هذا التهييج والحشد المليء بالكراهية والتحريض إلى أزمات جوهرية في السياسة يراد إخفاؤها أو تأجيل استحقاقاتها، لكنه لا يحل الأزمات بل يضيف إليها أخرى جديدة. ويجب القول والتذكير بأن الإرهاب ليس فقط أديولوجيا متطرفة، لكنها في الأساس منظومة بيئية اجتماعية وثقافية، والمتطرفون والكارهون والقتلة هم غالبا أشخاص أسوياء لم يرتكبوا جرائم جنائية ولا يعانون من أزمات عقلية أو نفسية أو اقتصادية، لكنهم معبؤون بالكراهية والشعور بالقهر والظلم والتهميش، أو وهذا هو الأسوأ معبؤون بالإشمئزاز من آخرين وبالاستعلاء عليهم. غالبا ما يرى الإرهابي نفسه الأفضل والأهم، لكن العالم لسوء الحظ لا يشاركه هذه القناعة، ولذلك يكون الإرهاب تعبيرا عن الإحباط والضرر الذي يصيب تقدير الذات والإحساس بالغضب والفشل. وفي ذلك يجب النظر إلى السياسات والمواقف العامة والفردية التي تعكس شعورا مبالغا به بالصواب والأهمية والعظمة
إنما تؤسس للإرهاب والكراهية، ولا حاجة إلى عمليات عنف وتفجير وقتل لملاحظة الإرهاب الكامن في الشعور بالاستعلاء والتميز. وقد تلتبس هذه الرغبات التدميرية المكبوتة بدعاوى السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف، فتصير مواجهة الإرهاب والتطرف إرهابا وتطرفا. ولأن الأفعال المتقاربة تسببها أنماط ذهنية متداخلة، فإن التنشيط المتكرر لفكرة إقصاء الآخر حتى إن تم باعتدال يطلق السلوك المتهور بشدة مفرطة، ويفسر ذلك سبب الاستعداء السريع للمجرمين الذين تعرضوا لإقصاء الآخر عدة سنوات من دون ارتكابهم أعمال عنف من أجل القتل مثل الرجال العاديين. ويفسر ذلك أيضا لما يلجأ الناس الذين اعتادوا ثقافات العنف إلى القتل لأسباب بسيطة وتافهة من وجهة نظرنا. إن تقبل المجتمع العنف وفكرة إقصاء الآخر هو الذي سهل التعديات المهلكة للقتلة. موقع المشاهد نت علق حول المزيد من الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء مدينة إب، وقال الموقع إن جماعة الحوثي وصالح اختطفت 2 من أبناء قرية ذودان بمديرية النادرة شرق مدينة إب واقتادتهم إلى جهات مجهولة. مصادر محلية قالت إن أفراد المسلحين من جماعة الحوثي في نقطة سفدة بمديرية النادرة اختطفت المواطن ماهر منصور واقتادته إلى جهة مجهولة. وفي مديرية بعدان أكدت مصادر محلية قيام جماعة الحوثي في نقطة سوق الليل ببعدان باختطاف أحد المواطنين من أبناء مديرية النادرة وروعت أسرته التي كانت برفقته. المصادر قالت إن جماعة الحوثي أوقفت المواطن حميد محمد مثنى وأنزلته من سيارته أمام عائلته، حيث كان ينوي إقامة رمضان في قريته ذودان بمديرية النادرة واقتادته إلى جهة مجهولة، كما نهبت السيارة بعد أن أجبرت الأطفال والنساء على النزول منها. خلال يوم واحد أتلفت قوات الجيش الوطني في منطقة واحدة 1500 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في مناطق المواجهات بمديرية أو بميدي، وقال موقع سبتمبر نت إن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة أتلفت 1500 لغم أرضي في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة كانت الميليشيا الانقلابية زرعتها في عدد من مناطق المديرية. وقال مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة إن الفرق الهندسية لنزع الألغام تعمل بشكل متواصل في الكشف عن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات وفي أوساط القرى والمحلات التجارية، والتي تشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين بعد عودتهم إليها من النزوح. المصدر أكد أن الجيش الوطني يتجاوز كل يوم مسافات طويلة لغمتها الميليشيا، واعتقدت أنها ستوقف تقدم الجيش. التطبيع مع اليأس، تحت هذا العنوان كتب الشقوري كمال مقاله المنشور في مدونة الجزيرة، وقال في أجزاء من المقال: ينتابني إحساس أن هناك من يسعى جاهدا كي يقنع الناس أن لا أمل لهم في التغيير، وأن يرضوا بما هو قائم وكائن، وأن طموحهم لغد أفضل هو طريق للمجهول. هناك من يريد أن يقنعهم أن اللحظة التي يعيشونها هي نهاية التاريخ، وأن ما نملك الآن من أفكار وبرامج وأشخاص هو أقصى ما يمكن أن يكون، وأن تغيير المنشود إما أن يحدث الآن وهو ما لم يحدث، أو لن يحدث أبدا وهو ما يراد لهم قبوله والتسليم به. إن زرع اليأس في القلوب والتطبيع مع الوهن والخنوع يؤدي إلى أنانية مفرطة واندفاع نحو الهدم والتدمير والاستهانة بالنفس وبالقدرات التي وهبها الله في الإنسان، بل أصبح البعض يريد لهم أن يبكوا ويتباكوا على الماضي ويقتنعوا أن ما فات أحسن مما هو آت، وعليهم أن يقتنعوا أيضا أن التوزيع العادل للثروات خرافة، وأن الظلم الطبقي حتمية تاريخية، وأن مجرد الحلم بغد أفضل هو خيانة للوطن والدين. لذلك نجد أن هؤلاء لا يدخرون جهدا في قصف الناس بصور الأشلاء والدماء والبؤس، وكأنها الصورة التي يراد لها أن تسوق لأي محاولة تريد التغيير نحو الأفضل. لا يكتفي هؤلاء بزرع اليأس في الناس، بل يطالبونهم بالزرع الذاتي لكل ما يحطم الأمل في استنشاق هواء كريم نقي، وأن يمارسوا الرقابة الذاتية على أحلامهم، وأن يروا في كل وردة كابوسا وفي عطر الأقحوان رائحة دم تم سفكه غدرا، عندما أثبتت تحاليل مختبرات القمع أنه يحتوي على كريات الكرامة.
إن الخوف من أي محاولة للتغيير تجعل الفرد يستعدي أي بصيص أمل في التغيير، وتجعل منه عنصرا فاعلا في صناعة وتأصيل الفساد في المجتمع، ومدافعا شرسا عن الظلم والظالمين. موقع الصحوة نت يعنون في أحد موضوعاته: يمنيون في المهجر، الصراع الذي فرضته الميليشيا أفرز انتهازيين يمزقون هوية البلد. وقال الموقع إن مركز الدراسات اليمنية باسم يمنيون بالتعاون مع النادي اليمني في الجامعة العالمية الإسلامية الماليزية نظم ندوة بمناسبة اليوم أو العيد الوطني 27 لتحقيق الوحدة 22 من مايو تحت عنوان الهوية اليمنية. محمد شداد أحد الأكاديميين الذين تحدثوا وقال إنه أصبح لزاما على هذا الجيل المغيب عن تاريخه وهويته أن يعود لقراءة تاريخه واستخلاص العظات والعبر حتى يخرج من ظلمة الحاضر البائس. فيصل علي قال إن الصراعات أفرزت أوضاعا جديدة ظهر فيها الانتهازيون في الشمال والجنوب والشرق والغرب يبحثون عن مكاسب سياسية على حساب الشعب والهوية والأرض والحضارة، يحملون سكاكينهم ليمزقوا هوية الناس والبلاد وكأنها ملك لهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في تقرير خاص بالعرب الجديد. قالت الصحيفة في عنوان بارز: الحوثيون يخشون الانتفاضة ضدهم، اعتقالات وقمع داخل صنعاء. بدأت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين وحلفائها في اليمن وخصوصا في العاصمة صنعاء تضغط عليها مع بروز تحركات في الشارع قابلتها الجماعة بالقمع، وأقدم الحوثيون على إحباط تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير وتوقيف الشخصيات التي دعت إليها، بما يعكس مخاوف الجماعة التي تحكم صنعاء بقبضة حديدية وتتحاشى انتفاضة للموظفين بعد انقطاع مرتبات العاملين في القطاع العام منذ 8 أشهر. وبينما دعت الحركة إلى تدشين أول فعل احتجاجي جماهيري سلمي مستقل عن سلطات الأمر الواقع في صنعاء، لاقت الدعوة تفاعلا على الأرجح، وأنه أدى دورا بسعي الحوثيين لإسكاتها، إذ أعلنت نقابة موظفي وزارة النفط تأييدها مطالبة ما سمي أو مطالب ما سمي بثورة الخبز والكرامة، ودعت النقابة الموظفين والموظفات والعمال للالتحاق بصفوفها لتحقيق المطالب المذكورة. والجدير ذكره أن الاحتجاجات أو تنظيم تظاهرات في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين يعتبر حكرا على الدعوات الرسمية من الحوثيين وحلفائهم، وهم سعوا خلال الأشهر الماضية إلى قمع أي حركة تتشكل للاحتجاج على أزمة المرتبات التي أوجدت حالة من السخط الواسع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن وضع الحرب الذي تعيشه البلاد منع تحولها إلى احتجاجات من شأنها أن تساهم بتغيرات في البلاد. كشفت مصادر حكومية مطلعة عن فشل التوصل لاتفاق لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، ونتيجة رفض الانقلابيين وتعنتهم في إتاحة المجال لنجاح مساعي المبعوث الخاص للأمين العام أو إسماعيل الدشيخ الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد. وأكدت المصادر في تصريحات للخليج أن المبعوث الأممي أشعر الرئاسة اليمنية بنتائج زيارته للعاصمة صنعاء التي استهلها بالتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الحوثيين أثناء مغادرته مطار صنعاء الدولي إلى مقر إقامته، منوها إلى أن ولد الشيخ أبلغ الرئيس هادي بفشله في التوصل لاتفاق مع الحوثيين بسريان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك جراء رفض الجماعة المتمردة عقد لقاء بينه وبين ممثليها في فريق التفاوض، إلى جانب رفض الحوثيين مبادرة أممية تقضي بتسليم ميناء الحديدة بشكل طوعي. تبرع اختصاصي سابق في الاستخبارات الأمريكية بطائرات استطلاع من دون طيار للشرطة الصومالية بهدف مساعدتها في التصدي للعديد من التزايدات من التفجيرات الدموية التي ينفذها متشددون يرتبطون بالقاعدة. وفقا لصحيفة الحياة اللندنية فقد تلقى الصوماليون 5 طائرات من دون طيار
بعضها مزود بإمكانيات للرؤية الليلية من الاختصاصي بريت فليكشفوتش الذي تعرض تجربته في الجيش الأمريكي في كتاب ينشر الشهر المقبل. وقال فليكو فيتش خلال تدريب للشرطة على الطائرات في مغاديشو: بعض المهمات التي تستطيع هذه الطائرات القيام بها ستكون المراقبة والبحث عن أعضاء محتملين في حركة الشباب ربما يكونون على أسطح بنايات. وتابع قائلا: السؤال هو كيف نستخدم هذه التكنولوجيا لحماية الشعب الصومالي. جدلية السيف والكلمة. تحت هذا العنوان خيري منصور كتب خيري منصور مقاله المشهور في القدس العربي، تعالوا لنتابع. إذا صح ما قيل عن طرد أفلاطون للشعراء من جمهوريته الفاضلة فإن سبب ذلك يعود إلى خشيته من كونهم يحلمون ويعزفون عن التأقلم مع الواقع. وحكاية إقصاء الشعراء من المدن الفاضلة لم تتوقف عند أفلاطون، فهم غالبا ما وصفوا بالادعاء والقطيعة بين المقول والمفعول. ولم يكن نفي الإمبراطور الروماني للشاعر أوفيد بعيدا عن ذلك، لأن من كتب مسخ الكائنات وفن الهوى خرج عن السرب، ولعله كما يقول بودلير لمح ريش جناحه الأبيض في سحابة من الغربان. ورغم أن أطروحة المثقف والسلطة اقترنت بحادثة درايفوس الشهيرة في فرنسا، إلا أن هذه العلاقة الإشكالية كانت منذ البدء من صميم التاريخ ومن صلب الجدلية الخالدة بين المتحقق والممكن وبين الواقع والحلم. ولهذا ضاقت الدولة عبر التاريخ بالثقافة وحاولت بمختلف الأساليب تدجينها، سواء من خلال إلحاقها بالإعلام أو تهميشها بحيث تبدو رفاهية لا متسع لها في عالم الضرورة وإشباع الغرائز. ويكفي أن نتذكر مصائر الحلاج والسهروردي وابن المقفع وابن رشد وغيرهم ممن كانوا ضحية مزدوجة للسلطة وثقافة الهيمنة والوشاية. وفي العقود الأولى من القرن العشرين حكم وعقب مثقفون من طراز طه حسين وعلي عبد الرازق وسلام موسى والعقاد لأنهم اقتربوا من المسكوت عنه والمحظور. وتكرر المشهد مع صادق العظم ونصر أبو زيد وآخرين في نهايات القرن الماضي. ويبدو أن هذه المتوالية التراجيدية لا نهاية لها، إن ثنائية سلطة المثقف وثقافة السلطة تعرضت لاختزالات مخلة في عالمنا العربي حين تناولها أشباه مثقفين أرادوا أن يظفروا بالسلطتين معا، لكنهم في النهاية فقدوا المشيتين، كما حدث للغراب الذي حاول الهديل ومحاكاة الحمامة. نطالع لكم من بين الأخبار المنوعة والتي جاءت في صحافة اليوم ما ورد في هاف بوست عربي، والذي عنوان: الهواتف الذكية مسؤولة عن تأخر النطق لدى الأطفال. وقال الموقع إن دراسة حديثة أثبتت أن الأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الهاتف يعانون من صعوبة النطق والقدرة في التعبير عن أنفسهم بالكلمات. ويؤكد البحث الذي قام به أطباء الأطفال في مستشفى بكندا أن كل 30 دقيقة يقضيها الطفل في استخدام هذه الأجهزة تسبب خطرا في تأخير النطق والتعبير الشفهي بنسبة 50%. وأجريت الدراسة على 900 طفل تراوحت أعمارهم ما بين 6 أشهر وعامين، ولوحظ فيها تأخر النطق لدى الأطفال الذين قضوا ساعات أطول أمام شاشات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية من غيرهم. ولا تعد تلك الدراسة الوحيدة التي تتحدث عن الآثار السلبية لاستخدام الأطفال للهواتف، إذ تتحدث العديد من الدراسات عن تأثير ذلك على تطوير المهارات الاجتماعية التي تساعدهم على الاندماج مع البيئة المحيطة. تقيم شركة سوذ بيز مزادا علنيا في يوليو المقبل لبيع حقيبة نادرة مليئة بغبار القمر بنحو 3 ملايين جنيه استرليني في الذكرى 48 لهبوط مكوك أبولو 11 على سطح القمر. وقالت الصحيفة أو صحيفة القدس العربي مستندة إلى موقع الشركة إن القطعة الأبرز في المزاد هي قطعة أثرية لاستكشاف الفضاء لم تعرض للبيع من قبل، وهي حقيبة إزالة التلوث الخارجي المستخدمة من قبل نيل أرمسترونغ على أبولو 11 لإعادة العينات الأولى التي تم جمعها من القمر والتي لا تزال آثارها في الحقيبة.
وادعى التقرير أن أرمسترونغ كان قد سلم في حينه غبار القمر إلى العلماء في المختبر ونسيت وكالة الفضاء الأمر، وبعد عقود من الزمن قامت الحكومة عن طريق الخطأ ببيع الحقيبة وغيرها من التذكارات الفضائية في المزاد العلني، وحينها اشترت المحامية نانسي كارسون غبار القمر وغيره من الأغراض بنحو 995 دولار فقط. من جانبه قال ويليام جيفيز المتحدث باسم ناسا في تصريحات إعلامية أن الحقيبة يجب أن تعرض للعامة، مشيرا إلى أنها تمثل تتويجا لجهد وطني ضخم شارك فيه جيل من الأمريكيين بمن في ذلك رواد الفضاء الذين خاطروا بحياتهم في محاولة لتحقيق أهم عمل حققته البشرية. جولتنا المصورة اليوم بين أهم الصور التي وردت في شبكة البي بي سي والتي توثق لجوانب عدة من حياة البرية، وتقول الشبكة أن القراء هم من قاموا بالتقاط هذه الصور. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.